حرفيا تركت كل شيء من ايدي وجيت احكي معكم بهي الشغله المهمه واللي هو محتوى الانيميشن العربي في اليوتيوب. حرفيا كنت عم جهز فيديو انواع المعلمات وانا عم بشتغل شفت فيديو لواحد عم ينتقد محتوى الانيميشن العربي باليوتيوب، وصراحه استفزتني كميه الجهل اللي عند الناس بصناعه المحتوى على اليوتيوب وكواليس حقيقه كيف بيصلك انت يا متابع الفيديو المرسوم. انا من خبرتي من 2017 باليوتيوب وكوني بدات ارسم فيديوهاتي واعبر عن افكاري باسلوب الرسم، كنت واحده من الاوائل اللي بداوا رسم المحتوى العربي. بالنسبه لي كصانعة محتوى انا ما اخترت الرسم علشان اني اوريكم عضلاتي بالانيميشن والفن، واللي هو الحال مع اغلب يوتيوبرز الانيميشن العرب. الانيميشن والرسم استخدمناها كطريقه علشان تظهر افكارنا لانه ما عندنا طريقه ثانيه، لانه احنا ما بدنا نطلع وجوهنا، وما بدنا نطلع وجوهنا لاسباب كثيره، يمكن اهلنا ما بيرضوا، يمكن بدنا خصوصيه بحياتنا، او يمكن بدنا افكارنا تعبر عنا مو اشكالنا، في مليون سبب، بس بالنهايه كلهم ادوا انه نختار الطريق الصعب واللي هو انه نرسم افكارنا. انا صديقه مع كثير من اليوتيوبرز الانيميشن، فالكلام اللي راح اقوله ما له جاي من فراغ. انا حرفيا كل يوم بقضي معاهم وقت وبعرف بالضبط شو عم بيمروا فيه حتى وصلوا للي وصلوا له. كونك رسام محتوى على اليوتيوب هذا تحدي كتير كبير ومو الكل قده. كتير يوتيوبرز انيميشن عرب يا اما حذفوا قناتهم، يا اما حذفوا فيديوهاتهم، يا اما بطلوا ينزلوا تماما. وفي عندك معايير معينه لما تيجي تسوي فيديو انيميشن. المعيار الاول هو الجوده واللي هو بتجي بالرسم والانيميشن والافكار. المعيار الثاني واللي هو الكميه، كم فيديو بتنزل بالشهر وكم طوله. انت كفنان هذا يعني انك لازم تهتم بالجوده اكثر من الكميه، بس انت كيوتيوبر ما فيك تفكر بالجوده ابدا لانه بكل بساطه مالك استوديو. خلينا ناخذ مثال بسمه. بسمه انسانه واحده وعندها كمبيوتر وتابلت للرسم، بدها تنزل فيديوهات على اليوتيوب، كتابتها حلوه وافكارها حلوه ودمها خفيف وعندها كثير قصص تشاركها مع الناس، لكن بسمه ما فيها تسوي انيميشن وتحرك شخصيتها بكل ثانيه وكل فريم لسبب جدا بسيط. بسمه عندها حياه. انك تكون انيميتر على اليوتيوب شغال لحالك هذا لحاله بيكسر الظهر، ولما يجي اليوتيوب يزيدها عليك ويقول لك لا يا حبيبي شغلك هذا اللي تعبت عليه اسابيع ما راح ننشر لك اياه، لان الفيديو يا اما بيكون اقصر من 8 دقائق او لانك عم تنزل كل 3 اسابيع مره. هون بسمه بتستوعب انه عشان يكون دخلها الرئيسي من اليوتيوب لازم تنزل كل اسبوع الى اسبوعين فيديو، يعني لازم ينكسر ظهرها رسم، لازم ما يكون عندها حياه عائليه ولا صداقات ولا طلعات ولا جامعه ولا شغل. فبسمه الانسان المتزن الطبيعيه بتقرر انها تركز على حياتها وتسوي اليوتيوب للهوايه والدخل اللي بيجي منه حلو كثير الحمد لله. نيجي هلا لاديب. اديب شغله الرئيسي هو على اليوتيوب، يعني دخله الرئيسي على اليوتيوب، وهذا يعني انه فيديوهاته لازم تتكاثر يا بالانقسام يا بالانشطار الخلوي واحده منه. المهم نزل فيديوهات قد ما فيك، ولما بدك تنزل فيديوهات هذا يعني ما فيك تسوي فريم باي فريم انيميشن لكل ثانيه بتحكيها. خدوا اكيرو مثلا اللي كل فيديو بيسويه بيعتبر حلقه انمي، الجوده اسطوره والمحتوى رهيب بس ما في تنزيل. انا كمتابعه شو استفدت؟ ما عم لاقي الوقت اللي ارتبط فيه مع هذا اليوتيوبر ويصير فيه كوميونتي حوله وحول قصصه. الولد اخر فيديو نزله حرفيا قبل سنه، هذا النظام ما بيرفع ابدا مع واحد جاي ياخذ اليوتيوب شغل والدخل اللي بيجيك منه هو دخلك الرئيسي. بتعرفوا كميه الجهد اللي بيحطه اديب عشان ينزل فيديوهات بشكل مستمر؟ الولد حياته باليوتيوب، بينام بيصحى وهو عم يشتغل علشان يقدر يقدم محتوى كتابته حلوه وممتع، والجوده حتى مو سيئه اصلا، الجوده حلوه بالنسبه لصانع محتوى على يوتيوب. فلما يجي واحد عم يضحي بجسمه ونفسيته وحياته كلها هو عم بيسوي انيميشن، بعدين بيجيك واحد ابو راس مربع ويقول لك ويل اكشلي اللي عم بسويه مو انيميشن لانه ما عم بتحركه فريم باي فريم. تخيلوا كميه الاحباط اللي بتجي للواحد هو عم يبذل كل هذا الجهد وكل هذا العطاء ويجي واحد ما يحس بقيمه شغله. ليش عم تستكتر تسميه محتوى انيميشن بس لانه ما عم بيحرك فريم باي فريم؟ انواع الانيميشن كثيره، وفكره الانيميشن هي انك لما تتابع شيء تفهم انه عم يتحرك لتوصلك فكره معينه، مو لازم فلسفه انه اوه هذا ما عم بيسوي فريم باي فريم ما بنسميه انيميشن، بنسميه رساميشن ولا اي اسم غبي بيطلعوه بس علشان ما يقولوا انيميشن. صناع المحتوى على اليوتيوب ما لهم استوديو، رجاء استوعبوا هاي الفكره يا متابعين. تكلفه ووقت صناعه فيديو انيميشن واحد كثير كبيره من بدايتها لحتى نهايتها، انه واحد ينزل بشكل مستمر فيديوهات مرسومه مثل ريم انيميشن ولا اديب، هذا الشيء صعب والكل عم يستهين فيه لانه بس الجوده اقل من المتوقعينها، وطبعا الجوده المتوقعينها هي فيديوهات زي اكيرو بينزل مره بالسنه، شيء مستحيل تسوي اليوتيوب شغل من دون ما تضحي بالجوده وانت انيميتر. خلينا ما نستنقص بالناس اللي بيرسموا فريم باي فريم، هذا الشيء ابدا مو سهل بس ما راح يخليك تعيش على اليوتيوب، خلينا واقعيين، وبنفس الوقت مو من حق اي حدا يستنقص من اليوتيوبرز اللي عم بينزلوا محتوى انيميشن ويتفلسف على راسهم، ويقول لهم اصلا الانيميشن هذا مو فريم باي فريم فما بنسميه انيميشن. وبدي اياكم تلاحظوا شغله كثير مهمه، لاحظوا الفكره لاحظوها منيح، اي حدا بيقول انه رسامين اليوتيوب شغلهم مو انيميشن، مالهم ناجحين باليوتيوب، ما بيجيبوا مشاهدات او ما بينزلوا بشكل دائم. يوي واحده من افضل رسامين الانيميشن اللي بعرفهم وبترسم فريم باي فريم، سوت تيك توك عم تحكي عن حرفيا قديش رسم الانيميشن متعب وصعب قبل كم يوم، وهي صديقتي وانا كثير بحبها بس عادي نختلف بالاراء. هي عندها معتقد انه رسم اليوتيوبرز العرب مو انيميشن، بس يوي ما بتنزل اصلا على اليوتيوب، يعني ما بتعرف الصعوبات والتحديات اللي اليوتيوبر لازم يمر فيها علشان يجيب المشاهدات وتمشي قناته، ما بتقدر تحكم على شغل حدا وانت اصلا ما عم
تسوي نص شغلهم على اليوتيوب. انا واثقة مليون بالمية انه لو يوي بدها تسوي محتوى على يوتيوب وتنزل بكثرة فيديو اكتر من 8 دقائق كل اسبوع او اثنين، ما رح تسوي فريم باي فريم انيميشن، مع انها بتعرف كيف، بس ما رح تمشي قناتها لانها حتنزل كل 5 شهور فيديو ابو 8 دقائق. لازم نستوعب انه رسامين الانيميشن على اليوتيوب عندهم حياة وظروف. في يوتيوبرز عندهم جامعات ودراسة مثل بسمة بيرمو واكثر، انا في يوتيوبرز حرفيا عندهم عيلة وطفل مثل ريم انيميشن، ورغم هذا الشيء لسه عم بتنزل، واللي انا بعتبره معجزة لاني صراحة مالي فهمانة كيف عم بتوفق بين حياتها واليوتيوب. انا بنظري افضل صناع المحتوى العربي هم الانيميترز، هم اكثر ناس مظلومين، محتواهم ممتع وكل قصص وعرضهم للافكار كتير ذكي وفي حياة، وما بتحسهم متصنعين زي كتير يوتيوبرز. وعلى فكرة علشان اكون عادلة، مو كل الانيميترز اساطير، في منهم بيسووا محتوى غير اخلاقي وهدول انا ما بحترم شغلهم ولا بتابعه اصلا. خليني احكي هلا عن محتواي انا وهنادي واللي هو الفيتيوبينج. الفيتيوبينج اللي هو عبارة عن انه شخصية بتسوي لها انيميشن بعدين بتصير تتحرك معاك لما تحرك وشك زي ما انا مسوي هلا. في ناس ما بعرف في عندهم غيرة ولا حسد ولا الله اعلم، كانوا عم بيقولوا انه تحريك شخصيات اليوتيوب ما بيعتبر انيميشن، واللي هو شيء كتير بيضحك لانه حرفيا قبل ما تصير الشخصية جاهزة انها تتفاعل معنا بنقعد شهور نشتغل على الانيميشن تاعها. انيميشن التم والعيون والوش هذا كله ما بيعتبر انيميشن؟ ما عم يتحرك بنظرك؟ في هاي الفكرة المزروعة عند بعض الناس انه لازم يكون الرسم فريم باي فريم والا ما بيصير انيميشن، وهو استنقاص لكتير انواع انيميشن تانية اللي بتاخد جهد وتعب. لو بدنا نجي للصراحة ان نصير فيتيوبرز هو اسكى طريقة علشان تتعامل مع خوارزميات اليوتيوب وتنزل فيديوهات اكتر، وبنفس الوقت تكون شخصياتنا مرسومة وعم تتحرك. احنا حرفيا خدعنا سيستم اليوتيوب وسوينا اللي براسنا من دون ما نطلع وشنا، ولسه الفيتيوبرز جداد على العالم العربي، بكرة شوفوا رح ينفجر كتير لما يستوعبوا الناس انها طريقة كتير حلوة، وخاصة للناس اللي ما بدها تطلع وشها. حتى موديلاتنا انا وهنادي اللي عم تشوفوها هلا مع الوقت رح تتطور وحتصير كتير احترافية اكتر، انتوا بس استنوا. انا عن تجربة شخصية قناتي ما عاد مشيت وما عاد صرت انزل اكتر غير بعد ما صرت فيتيوبر. قبل كنت انزل فيديو انيميشن بالشهر مرة، ولو تعبت كتير على حالي مرتين بالشهر، وبتذكر على زماني كنت حتى استحي انه اقول عن نفسي اني بسوي فيديوهات انيميشن. فيديو اندريا العملاق اللي سويت له انيميشن على كلامه كنت مستحية اسميه انيميشن وسميته مرسوم، بس من خوفي من كلام الناس. بس خلاص كفاية خوف من المجتمع، رسم اليوتيوبرز يعتبر انيميشن، واللي مو عاجبه تعال سوي نص اللي بيسووه اليوتيوبرز الانيميشن العرب، انجح نجاحهم بعدين خلينا نحكي. نجي هلا على افكار فيديوهات قنوات الانيميشن، واللي انا اكثر شيء ممكن يستفزني بالحياة لما حدا يقول ما في هدف من المحتوى، ما بيعلم شيء بس تضيع وقت. انت تستهبل؟ بالله يقول انك عم تستهبل. هل سمعتم بشيء بالحياة قبل هيك اسمه ترفيه؟ مو كل المحتويات لازم تحمل رسالة سامية وهدف راقي، في محتويات ترفيهية لمجرد الترفيه البحت. اوكي انت عندك رسالة وعلوم حابب تشاركها مع الناس بمحتوى انيميشن يعطيك الف عافية، بس انك يكون عندك رسالة وهدف هذا مو معيار لكل اي عمل تاني. لو قدرت انك ترفه عن شخص كان يومه صعب وقدرت انك تضحكه وتسعده في يومه، هذا واحدة من اجمل الاشياء والاهداف اللي ممكن تسعد صانع المحتوى. كم من متابع كان عنده حرفيا اكتئاب وكان يقضي يوم بس عم بتابع صانع محتوى واحد لانه عم بيطلعه من هاي الحاله السيئه وعم بنسيه وجعه ويغير له جو؟ رسم مره قال لي شغله كثير علقت براسي، انه واحده من الاشياء اللي بتخليه يتحمس لصناعه المحتوى هي التعليقات اللي بتقول له انه كان سبب في اسعادهم. يا اخي شعور مو طبيعي انك تسعد شخص ثاني لمجرد انك عم بتسوي محتوى. واليوتيوبر لو فكر يوقف لانه تعب او خلاص ما عاد يقدر يكمل مع اليوتيوب، بيتذكر هذا النوع من التعليقات وبيتحمس مره ثانيه يسوي فيديوهات ويرجع رجعه قويه لليوتيوب. هذا طلب مني لكم يا متابعين، انتم تعليقاتكم كتير كتير مهمة إلنا، رجاء خففوا النقد وحاولوا تستمتعوا بالمحتوى، بالنهاية المحتوى اللي عم سويه هو لمتعتكم. بتمنى من كل قلبي إنكم تقدروا تشوفوا الجهد اللي بيبذلوه يوتيوبرز الأنيميشن. ما فيني أحكي عن تفاصيل الصناعة لأنه هي حتاخد فيديو أبو 50 دقيقة، وتذكروا إنه عادي يكون هدف اليوتيوبر إنه يجيب مشاهدات، هذا مو شيء عيب ولا حرام، هذا الشغل اليوتيوبر إنهم يدوروا مشاهدات، ولازم اليوتيوبر يسويها بالطريقة الصح ما دام عم بيسوي محتوى ترفيهي عاجب الناس، وهون بيكون هو كسبان المشاهدات وأنتوا بانين محتوى كوميونيتي والكل بيطلع مبسوط. بس والله لا تنسوا تسووا سبسكرايب واستنوا فيديو انواع المعلمات.